انطلقت المحاكمة، طلبنا الكلمة من السيد الرئيس لإدلاء بالرأي التوضيحي للفريق الأمامي حول بخصوص الرئيس بقى الإدلاء به من طرفهم الذي أخذ منا شهرين من المناقشة. طلبنا منه ربع ساعة في شخص واحد وامتنع، قال لهم كملوا الدفوع، تقدموا بطلبات، وقلنا له قالوا بتنا فيها، قلنا له لا، عطينا الكلمة نعلقوا عليها باش في هذه النقطة النزاعية، واش عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق أصلا. فعوض عطى الكلمة سيد بن جلون، دخلنا قيم زيان دار كلمة، مشاو داو له خلاونا حنا بلاش. شنو هذا زعما، شنو هذه الحقرة؟ على الأقل عطونا الكلمة وتاخذوا القرار كي بغيتوا، ولو كان سمعتوا لنا كنتوا غتبدلوا الاتجاه. هنا عندنا سيد قانونية قوية وأحكام قضائية. هناك رغبة لانتزاع الكلمة ضدا على القانون وضدا على قرارات المحكمة، هذا غريب جدا. هذا ينبئ بأن هذه السخونية وهذا الاندفاع وهذا الحماس وهذا التهجم على الهيئة بطريقة غريبة، يعني ما نقدرش نوصفها احتراما للصحافة واحتراما للمحكمة، يؤشر على أن هناك جهة ما تكفر التغطية، وإلا المفروض أن ممارسة من هذا القبيل تلقى الجزاء. إبلا المرحلة الابتدائية الأستاذ عبد الصمد الإدريسي، يعني في أقل من هذه الأمور هذه دبج له محضر، وكذلك الناقب زياد. المهم هذا يعطي مؤشر على أن مرحلة الدفوع الشكلية ستكون مرحلة ساخنة جدا، وقدر نقول أنها مخيفة، وإحنا موجودين زعما صراحة، إحنا مطمئنين وهادئين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.